It gives me great pleasure to present. على هامش مهرجان كان السينمائي، تمنح المفوضية الأوروبية للثقافة والتعليم سنوياً جائزة الأعلام، وهي جائزة مالية تشجيعية لأفضل مشروع فيلم سينمائي. المخرج البوسني داني ستانوفيتش هو من فاز بالجائزة هذا العام بفضل مشروع فيلمه بعنوان What Are You Looking At؟ هذه الجائزة تمنح للمشاريع الحاملة لآفاق أوروبية واسعة والتي يمكن مشاهدتها في جميع أنحاء أوروبا، وهي مشاريع تحتوي بطبيعة الحال على خلفية فنية جميلة. مشروع فيلم What Are You Looking At؟ يتحدث عن مدينة سراييفو ما بعد الحرب، وعن هذه الفترة الانتقالية الممتدة إلى أجل غير مسمى. المخرج البوسني يتقاسم الجائزة مع كاتب السيناريو بريد راكوجوفيتش. أنجزت الكثير من الأفلام في حياتي، ولكني لم أنجز فيلما حول المدينة التي أحب والتي قضيت فيها معظم فترات حياتي. في يوم ما جلست أنا وصديقي بريد راكوجوفيتش وبدأنا في الكتابة، وهكذا حصلنا على سيناريو فاز بالجائزة. من الرائع حقا أن تكون هذه المنظمة موجودة وأن تشجع هذا النوع من المشاريع. شخصيا كنت أريد دائما الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد ثقافي أكثر مما هو مالي. المشاريع من هذا النوع تثبت أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به. المفوضية الأوروبية تؤكد وجودها مرة أخرى هذا العام على مسرح السينما الأوروبية والعالمية. في مهرجان كان السينمائي، 7 أفلام دعمتها المفوضية الأوروبية نافست على السعف الذهبية.